شنو الاسم ديالك؟ سعد عبد الملك. سي عبد الملك شنو المشكل واقع لك؟ مشكل مشيت كنبني طواليت متر على متر وهاد الناس مشاو تشكاو للقايد. شكون هما هاد الناس؟ خوتي، ثلاثة د خوتي، سلال عبد النبي وسلال رشيد والطالبي زهرة، مشاو عند القايد وقالوا له راه كيبني وانا ما تنبنيش، وجا عندي قال لي دوج ما كتبنيش، قلت له انا راه ما تنبنيش، اجي تشوف بعيني، وصيفط المقدم لقاني ما تنبنيش. اها. وكرت السلال مواليها، وعاود صباح الاثنين جا قال له عيط له، جاو عنده وقال له عيط له، ومشيت لعندو انا دخلت هو قال القايد خرج بحالات، هو جالس كيضرب فيا وهما جالسين بثلاثه بهم كيتفرجوا على الشيء. مدة بنص ساعة هو خدام كيقتل فيا. شكون هو؟ القايد. القايد ديال اين منطقة؟ القايد مصطفى ديال الجنانات. اها وشنو؟ القايد مصطفى ديال الجنانات ما خلانيش كاع، هو خدام كيقتل فيا كيقول لي كاتبني كنقول له ما كنبنيش، هو جالسين هما بثلاثة بهم. خوتك جالسين هو كيضربهم؟ خوتي بثلاثة بهم، مسرير رشيد ومسرير عبد النبي والطالبي زهرة، هو كيقتل فيا وكيقول لي موس خلي ولدك وحوايجي كيحيدوا مني. حوايجي كيعيطوني وكيقول لي شوف شنو بداتك، شوف شنو بدات ديالك، وانا ما عندي والو، كيقول لي راني نعلقك من رجليك وتحطو بيا وراني نعلقك، راني نعلقك هذا القايد مصطفى عايلو ديال الجنانات، وعاش محمد السادس. وهو علاش ضربك كاع؟ ضربني على اللي قال لي واش كنت كتصر على هاد الناس هادو غير شرفه. هما خوتك؟ هما خوتي، خوتي. وعلاش هما مشاو عنده كيقولوا له انك سقفش داك الطواليت؟ قال لك انا داير لهم الدبره تما، انما بغيتش نخرج وما بغيتش نبيع لهم بنص الثمن، ما بغيتش نبيع لهم بنص الثمن، واش انا عندي كرسونيه ونبيع لهم 3 مليون، عندي 4 دراري والمراه 5 مليون غنمشي للشارع، 7 سنين وانا كاري على برا، 7 سنين هو سابق لي وكل شنو كيدير لي. فاش خدام مع السي عبد الملك؟ غير مالو خدام غير حساس هنا في الوداديه في جامعه حفصه. نعم. 24 الف ريال في الشهر. دابا فاش اعتدى عليك القايد واش حسيتي بشي حقره؟ حسيت بشي بالعقره ما عمرها تنسي عليا حتى نموت، جوج المخازنين، جوج المخازنين حايزيني مع القدس، هو كيقول له عيشوا 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 ما تخليش يتحرك، وقدام كيقتل فيا عندك كيدي لعندك. قدمت شي شكايه للسلطات؟ قدمت شكايه الاولى للوكيل الملك قال لك سير بالدابا على الغياب، قدمت الشكايه الثانيه للوالي هي عندي هنايا قال لك سير من دابا 10 ايام والبطعه، مشيت للبطعه وقال لي سيرتوني للباشاويه، من الباشاويه سيرتوني عاود لعند الوالي، منين جيت عند الوالي قال لي واش عندك شي شهود؟ ما عندك شي سير بحال ما عندي ما ندير لك انا. ولادك فاش ساقوا الخبر باش شنو الاحساس ديالهم؟ ولادي بقاو كيغوتوا، الدري الصغير غير كيضربوه بالعصا كيقول له تابع انا سير تمشي بحال تكون تانا صخبينا سير تمشي بحالتك شنو بغيتي عنده؟ هو غير جاي يزوق ويوصل لهم كبار كيقول لهم وين راه كيقتلوه؟ سي عبد الملك شحال في عمرك؟ 55 سنة. وشنو النداء ديالك للمسؤول اللي كيشوف هذا الفيديو؟ انا بغيت نشوف لينا ما قدوليش حقي تزيد واش قايد؟ وليت تكرمت عليا هاد الحالة هادي ما عمرش واحد دار لي هاد الحالة هادي وانا والديا مخزن ما عمرني وصلت لهاد الحالة اللي قال لها القايد واش هو والعواشر والعيد العواشر والعيد هو قدام كيتكرمس عليهم.